فيلم باكور أحدث زلزالا خلال الدورة الحالية لمهرجان إسطنبول للسينما. الفيلم الوثائقي الذي يحكي عن يوميات مجموعة من المقاتلين من حزب العمال الكردي تم منعه من العرض بطلب من السلطات التركية، عن كيفية تمكنه من الاقتراب من المقاتلين الأكراد وكسب ثقتهم يجيب المخرج أورتيغول مافيوغلو. Ben 1985 yılından beri gazetecilik yapıyorum ve bu gazetecilik yaptığım süre içerisinde. Ana mukhrij mundu sanat 1985. Ürettiğim kamuoyu tarafından biliniyor. Tariqatu muaalajati lil mawadi' ma'rufa lada al jami'. Reportajlarda kullandığım usul. الناس يعلمون انهم يمكنهم الثقة بي. Yapmamam. وبأنني أبدا لن أحرف الأحداث. Emanet edebilecek insan hissi yaratmış olabilir. موفيوغلو أخرج الفيلم رفقة المخرج الكردي القدير شايان دامريل. الوثائقي تم تصويره أثناء الهدنة خلال سنتين 2013 و2014. المخرجان تابعا مجموعة من النساء والرجال قرروا الالتحاق بالمقاومة المسلحة. يجب أن أقول بأن الفيلم لا يدور فقط حول النساء. ذهبنا إلى مخيمات الحزب في تركيا حيث كان كذلك نساء، قمنا باستجوابهن، أردنا أن نبين واقعهن داخل مخيمات الانتظار. لسنا من يحكي القصة، بل هم النساء والرجال من يحكون القصة. كنا فقط هنا لتسجيل الأحداث. التصوير كان بالغ الصعوبة، حيث اضطر فريق العمل للمشي طوال ساعات في الطرق الجبلية الخطرة وتحمل ضعف مستوى الأكسجين في المرتفعات. تطلب ذلك منا وقتا قبل أن نتأقلم مع نمط عيش المحاربين. مررنا بظروف صعبة، مرضنا بسبب الماء والأكل والحشرات. الفيلم يرسم صورة تقرب من حياة المقاتلين وتعرف بدوافعهم. البعض اتهمه بالانحياز لهذه الحركة التي يدوم صراعها مع الحكومة التركية منذ سنوات. منع باكور خلال مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي أدى إلى انسحاب 23 مخرجا تركيا لأفلامهم من المهرجان اعتراضا على ذلك القرار. حجب هذا الضجيج الذي خلقه قرار منع عرض الفيلم كل النقاشات التي كان من المفروض أن يقترحها مضمونه. أليس من دور الأفلام والفن عامة طرح المواضيع الاجتماعية والسياسية الحساسة والشائكة؟